بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن إسرائيل أبلغت مصر بخطتها من أجل السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي. هل ستوافق مصر على هذه الخطة الإسرائيلية بما يتنافى مع اتفاقية كامب ديفيد؟ واضح أن من رد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أنه أحال إلى اتفاقية كامب ديفيد، وأن لكل حادث حديث. نتنياهو هدد بنقل قوات إسرائيلية إلى السيطرة على معبر فيلادلفيا، ولكن هناك اتفاقات محددة تحكم الحدود بين الطرفين. نعم. ولذلك مصر احتفظت بمسافة حتى يمكن بينها وبين إسرائيل، حتى يمكن أن ترى ماذا تفعل إسرائيل في الساعات القادمة. إذا أقدمت إسرائيل على الاحتلال الممر، فإن مصر سوف يكون لها تصرف آخر، سوف تتصدى حتما للقوات الإسرائيلية، وسوف يتوسع الصراع رغم الولايات المتحدة والغرب. سعادة السفير، ما صحة الحديث عن وجود تنسيق مصري إسرائيلي بشأن تدابير أمنية جديدة على محور فيلادلفيا؟ اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل تسمح بالمباحثات والتنسيق الأمني بين الطرفين حتى لا يفلت الزمام من أحد الطرفين. وواضح إنه الحدود المصرية الإسرائيلية في هذه المرحلة ملتهبة جدا، وأن هناك ضغوطا إسرائيلية لدفع الفلسطينيين إلى الحدود حتى يمكن أن تهجرهم قسريا إلى الأراضي المصرية. ومصر أوضحت موقفها صراحة على كل المستويات من هذا الموضوع، ولذلك فإن مصر حريصة على احترام اتفاقية السلام بينها وبين إسرائيل. المنطق بأن لا يوجد خطر من الفلسطينيين على جمهورية مصر العربية، هل يمكن أن يصار إلى آلية جديدة أمنية على الحدود تخدم إسرائيل دونا عن مساعدة الفلسطينيين في القطاع؟ لا، مصر قلبها مع الفلسطينيين، ولكن سلوكها في هذه الحالة لابد أن ينطبق أو يتفق مع اتفاقية السلام بينها وبين إسرائيل. ولكن مستحيل أن مصر، الحكومة المصرية، تعبر عن مشاعر الشعب المصري، ومشاعر الشعب المصري كلية مع فلسطين وضد إسرائيل. ولذلك حتى في الظروف العادية، يعني السفير إسرائيل السابق جاء إلى القاهرة وقال أننا نضمن الحكومة المصرية ولكن لا نضمن الشعب المصري. فمهمتي الوحيدة هي تطويع الشعب المصري لكي يكون هناك علاقات مثمرة بين البلدين. فردت عليه الحكومة المصرية في ذلك الوقت منذ سنوات، يعني ردت قالت أن العلاقات بين مصر وإسرائيل تحكمها المعاهدات الدولية، وبالتالي ليس هناك تمييز بين موقف الحكومة وبين الشعب المصري. نعم. بدليل أن الشعب المصري في كل النقابات اتخذ قرارات بعدم التطبيع مع إسرائيل، ولا تجرؤ الحكومة المصرية أن تطبع مع إسرائيل ضد رغبة الشعب المصري. سعادة السفير، ماذا عن الضغوطات الدولية المتأتية على جمهورية مصر العربية بشأن مسألتين؟ تهجير الفلسطينيين إلى سيناء ومحور فيلادلفيا كمسألة ثانية. مصر تفهم وتدرك إدراكا عميقا مرامي إسرائيل والولايات المتحدة. إسرائيل تريد أن تقضي على المقاومة حتى يمكن أن تهجر الفلسطينيين إلى مصر وفي غزة إلى مصر
والأردن تستقبل سكان الضفة الغربية حتى تخلو إسرائيل لليهود وتنفيذ صفقة القرن. ولكن مصر موقفها واضح جدا، وهو أنه لابد من وقف إطلاق النار بشكل فوري. نعم. وبعدين موقف مصر منذ نوفمبر الماضي كان حاسما فيما يتعلق، وجددته بالأمس، جددته فيما يتعلق بنفي أن مصر هي السبب في عدم إيصال المعونات والمساعدات الدولية عبر معبر رفح، وإنما إسرائيل هي السبب. وهناك تصريحان من وزير الخارجية ومن المتحدث الرسمي السفير أبو زيد. في هذا الصدد سعادة السفير، المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، هناك اتهام فعلا مصري إلى إسرائيل بأنها هي التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ما شأن إسرائيل بمعبر رفح؟ هو أرض مصرية بامتياز. معبر رفح له وجهان، الوجه المصري يعني الذي ذهب إلى معبر رفح، وأنا تفاوضت مع الإسرائيليين في معبر رفح منذ عام 1991. معبر رفح له وجهان، الوجه المصري والوجه الفلسطيني، وتحكمه اتفاقية 2005. بعد أن انسحبت إسرائيل من غزة تم إبرام اتفاقية 2005 بين مصر والسلطة الوطنية الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، ولكن إسرائيل ليست طرفا في أي ترتيبات خاصة بالمعبر. مصر عندما فتحت معبر رفح من ناحيتها فإن إسرائيل ضربت القوافل الحاملة للمساعدات إلى غزة من زاويتها، لأنها تحتل تقريبا تفرض سيطرتها البرية والجوية والبحرية على غزة في هذه الأثناء. ولكنها ضربت في الجانب المصري المساعدات الإنسانية أو القوافل التي تحمل المساعدات دون أن نسمع أي رد مصري على ذلك. لا، إسرائيل فسرت ذلك واعتذرت بأن هذا كان خطأ، ومصر قبلت هذا من ناحية الشكلية فقط، لكنها تفهم مرامي إسرائيل وشكت إلى الولايات المتحدة بهذه الحادثة، وقالت أن مصر لن تسكت في المستقبل على أي افتئات على سيادتها على المعبر. سعادة السفير، ما صحة الحديث المتداول اليوم عن مبالغ هائلة مرتفعة يتم دفعها إلى الجانب المصري من أجل خروج الفلسطينيين من معبر رفح؟ هذا الكلام متداول والكثير أكد صحته، ماذا عن دور الجانب المصري الرسمي في ذلك؟ الجانب المصري الرسمي يعمل تحقيق في هذا الموضوع، وهناك تصور لحدوث فساد بين الأفراد على سواء على الجانب الفلسطيني أو على الجانب المصري. نعم. ولكن ليس هذا موقفا رسميا مصريا. الموقف المصري الرسمي هو التعاطف مع الإخوة الفلسطينيين ودخولهم وفقا للكشوف المتفق عليها بين السلطة الفلسطينية وبين المقاومة كمان من ناحية وبين مصر، وإسرائيل تفرض نفسها على القوائم. إسرائيل تحاول بكل الطرق أن تستدرج مصر إلى هذا الصراع، ولكن الولايات المتحدة تضغط على مصر حتى لا تنجر إلى ما تريد إسرائيل. سعادة السفير، بالجانب الإسرائيلي والحرب الدائرة على قطاع غزة منذ 100 يوم، إسرائيل لم تحقق أهدافها المعلنة حتى هذه اللحظة أمام مجازر مرتكبة، أمام وضع إنساني مأساوي جدا في قطاع غزة. أريد معرفة رأيك في مدى الجدوى من استمرارية هذه الحرب، سيما أن أهدافها لم تتحقق.
رأيي الشخصي ومن متابعتي باعتباري ملاحظا لكل التطورات أن إسرائيل مصرة رغم خسائرها على أن تحقق هدفها. الهدف الأساسي هو إبادة سكان غزة، ومن بقي أحياء منهم تدفعهم إلى مصر، ومن ناحية أخرى القضاء على المقاومة. ما رغم كل الخسائر التي تلحق بإسرائيل كل يوم، والمقاومة أنا أحييها من هذا الموقع وأدعو لها بالنصر، وكل المصريين يدعو للمقاومة بالنصر في صلواتهم. المصريين قلوبهم مع المقاومة، ولكن لو فتحت الحدود وسمح للمصريين أن يعبروا الحدود لعبر أكثر من 10 مليون شخص لكي يدافعوا عن غزة مع إخوانهم الفلسطينيين. هل تجد أن المشكلة ذاتها تتكرر أيضا على الحدود ما بين الضفة الغربية والأردن انطلاقا من رأيك في هذا الصدد؟ طبعا إسرائيل وضعت خطة منذ السبعينات، وهي تفريغ فلسطين من أهلها، وخصوصا بالنسبة للأردن. الأردن قام على أراض فلسطينية عام 1921، والذي أنشأه هو تشرشل وزير الحرب البريطاني في ذلك الوقت. ولذلك إسرائيل بتقول إنه الأردن يعتبر الوطن البديل للفلسطينيين، استنادا إلى هذه الحقيقة التاريخية واستنادا إلى الحقيقة الديموغرافية، وهي أن حوالي 80% من سكان الأردن فلسطينيون. وتريد إسرائيل أن تقيم الدولة الفلسطينية في الأردن وبديلا على المملكة الأردنية الهاشمية. يعني مشروع التهجير ما زال قائما بالنسبة لسكان الضفة؟ نعم. أيضا طبعا سكان موضوع التهجير في صلب المشروع الصهيوني، وهو تفريغ فلسطين من أهلها وإحلال اليهود العالم محلهم، وتطبيقا لصفقة القرن التي وقعها نتنياهو مع الرئيس ترامب.